طيب، يعطيكم العافية يا شباب. اليوم المحاضرة الماضية بدينا نحكي عن الباب الخامس اللي هو loops والiteration. سكر الباب. تمام، وحكينا عن مصطلح مهم اللي هو الiteration variable، وحكينا عنه الiteration variable هو عبارة عن متغير بيتغير كل مرة في اللفة. تمام، وعادة بيكون انه هو بلف على سلسلة من الارقام sequence of numbers. تمام، وفهمنا مفهوم الانفينيت لوب. ايش هو مفهوم الانفينيت لوب؟ الى ما لا نهاية، بتشتغل الى ما لا نهاية بدون توقف. تمام، وشفنا انه هذه اللوب مش راح تلف ولا لفة لانه الشرط تبعها false بالضبط. واخذنا البريك والكونتينيو. البريك حكينا شو بتعمل؟ بتطلعك من اللوب وبتروح لك بتقفز لك وين؟ على اول جملة مباشرة بعد اللوب بالضبط. فبالتالي هنا بتطلع لك برا على اول جملة مباشرة بعد اللوب. بينما الوايل بينما الكونتينيو عفوا شو بتسوي؟ تنهي اللوب الحالية، تنهي الكرنت اتريشن اللفة الحالية. تمام، وبتروح على اللفة الجديدة وبتستمر على اللفة الجديدة، او بمعنى اخر بتروح على بداية اللوب اللي هو فعليا عند الكونتينيو عند الوايل عفوا. تمام، بهذا الشكل اخذنا مثال عليهم. تمام، وبعدها دخلنا في مفهوم الاندفينيت لوب. ايش مفهوم الاندفينيت لوب؟ عدد اللفات فيها غير معروف او غير محدد، بيعتمد على ايش؟ على اللوجيكال كونديشن. يعني هنا في اللوب هذه انه لما ندخل المستخدم نعرفش متى يدخل دان، ممكن يدخل مره مرتين ثلاثه 10 مرات نعرفش. فبالتالي هاي اللوب انديفينيت. وحكينا عن الديفينيت لوب انه احنا فعليا بنلف على عدد محدد من العناصر. زي ايش مثلا؟ زي ليست. وبدينا نعرف ايش يعني ليست، انه ممكن يكون في عندي قائمة من الارقام او قائمة من الاسماء او قائمة من الكلمات او قائمة من الفلوت نمبرز. بغض النظر القائمة هذه عددها محدود معروف حتى لو كبرت. فبالتالي اللوب اللي احنا بنلف فيها على ليست بنسميها ديفينيت لوب، لوب محددة عدد اللفات فيها معروف. كيف؟ حسب الليست ما انت بتعرف. نعم، طيب شفنا المرة الماضية انه هنا الفرنس هنا قائمة من الاسماء ولفينا عليها زي هيك وطبقنا مثال البلاك ليست. بديك هنا بالضبط، بديك هنا انه هاي المسميات احنا اتفقنا انه هذا iteration variable. خلاص ركز انه هذا iteration variable شغلة مهمة، وهذا عبارة عن 5 element sequence، يعني عبارة عن سلسلة من 5 عناصر. بديك برضو تفكر في الموضوع انه انت فعليا هدول السطرين لو بدك تفرطهم كيف حيكون شكلهم؟ بهذا الشكل. i بتساوي 5 print i، i بتساوي 4 print i بتساوي 3 print i وهكذا. فبالتالي هاد شايف كم سطر؟ انت فعليا عملته في اللوب في سطرين. طيب نيجي للجزئية المهمة، المسائل. اي مسائل انت عندك انه انت بدك تخلي اللوب تسوي شغلة يعني انه سمارت، راح تندرج تحت شغلتين. يا اما بحث، او اجراء عمليات. طبعا انا بقصد عمليات على عناصر الليستة. يعني ادي لك مثال، وهذا عبارة عن نمط اسئلة، مسائل هيك بتيجي طبيعتها. اكتب برنامج لإيجاد أكبر رقم
عندك في قائمة. هذا عبارة عن إيش؟ بحث. لأنه أنت فعليا بتدور على أكبر رقم. اكتب برنامج لتحديد إذا ما كان رقم معين موجود في قائمة أو لا. اكتب برنامج لتحديد إذا ما كان القيمة 3 موجودة في القائمة ولا لا. هذه عبارة عن إيش؟ برضو بحث. اكتب برنامج لإيجاد مجموع قائمة. هاي عمليات. اكتب برنامج لإضافة القيمة 3 لكل عنصر من عناصر القائمة. إجراء عمليات. فبالتالي بتلاحظ أن طبيعة المسائل اللي أنا ذكرتها يا إما بتكون يا إما إجراء عمليات يا إما بحث. بحث أنه أنت بتدور رقم موجود أو مش موجود. إجراء عمليات يا إما مثلا بتجمعهم أو بتزود عليهم أو بدك توجد المتوسط. عمليات حسابية أنا مقصود. تمام؟ طيب حقيت سواء كان هذا أو هذا، طريقة الحل عبارة عن 3 خطوات. 1 2 3. كل المسائل حتلاقيها إنه هي بتتشابه في هاي الخطوات. كل المسائل بتلاقيها بتتشابه في هاي الخطوات. إيش أول خطوة؟ ممكن تكتب ملاحظات أنت عندك على السلايدز لو مطبوعة. هي الخطوة الأولى هي عبارة عن تعريف المتغيرات وإعطاها قيمة ابتدائية. تعريف المتغيرات وإعطاها قيمة ابتدائية. الخطوة الثانية forcing in data، إنه أنت فعليا تدخل في اللوب. لما بتدخل في اللوب إيش بدك تسوي؟ look for something. look for something هذا عبارة عن إيش؟ بحث. تمام. or أو، إما بحث أو do something، عمل شيء، يا إما جمع طرح قسمة إيجاد متوسط حسب المطلوب. تمام. to each entry separately، لكل عنصر من عناصر القائمة بشكل منفصل. تمام. وبعمل update للvariable. أي variable؟ هاي وهذا. تمام. وبعديها آخر خطوة هي عبارة عن طباعة المتغيرات هذه اللي انت عرفتها في الأول. يبقى باختصار الخطوات الثلاثة: عرف متغيرات، ادخل في اللوب، اعمل ابديت لهدول المتغيرات، بعد ما تخلص اطبع لي اياها. تمام؟ طيب شوف لي هذا المثال. هنا for thing، thing هذا عبارة عن ايش؟ iteration variable. تمام. أول مرة حيكون 9، ثاني مرة 41، ثالث مرة 12. هاي طبع لك هنا علامة before وafter. هاي before، before اللوب طبعا، وهنا after loop. شايف هنا سطرين، كم سطر طلعوا لي حسب عدد عناصر الليست؟ 5. أول لفة think 9 هاي، بعدين 41، بعدين 12 3 74 15. iteration value أنه أنت هي بتطبع هو print thing. لا iteration variable أنت بتعرف، أنت حر في اختيار تسمية. لا هيك عرفه. كيف؟ لا أول قيمة لإله 9، أول عنصر في الليست. كيف؟ إحنا بنسميها في البايثون list. انت تعرف جافا؟ في الجافا بتسموها ليست، احنا في البايثون بتسميها، انتوا في الجافا بتسموها اري، احنا بنجيبها في، بنسميها في البايثون ليست. نفس المبدا. تمام. كيف اساس ايش؟ سي بلس بلس او سي، سي تحديدا. طيب بدنا ناخذ مثال. اكتب عندك، اكتب برنامج لإيجاد أكبر رقم في قائمة. هاي نفس السؤال.
اكتب برنامج لإيجاد أكبر رقم في قائمة. بس بغض النظر على القائمة، بغض النظر عن عدد العناصر اللي فيها، يفترض الكود تبعك يزبط لأي قائمة، لأنه بقول لك إن أنا بدي لك قائمة تكتب كود لإلها، بروح بيجيب لي أكبر رقم فيها. تمام؟ نعم. كيف؟ زي دالة الماكس. تمام؟ بس إحنا اللي بدنا نكتب الكود. كيف؟ بدي أورجي لك كيف. لا لسه استنى شوي، بدي أورجي لك كيف طريقة التفكير. حكيت أنت بالنسبة لإلك لو عندك قائمة زي هيك، كيف حتوجد أكبر رقم؟ افترض أنه أنت عندك القائمة، أنت عندك 3 41 12 9 74 15، هايهم بمروا عليك عنصر عنصر، صح؟ زي ما بتسوي في اللوب، صح؟ كيف بدك توجد الأكبر؟ إيش بتروح بتسوي؟ بتخلي في راسك مكان في ذاكرتك إيش هو أكبر رقم مر عليك لغاية الآن. تمام؟ هجيت أنت لسه ما يعني ما عندكش أكبر، يعني لسه ما حطيتش في بالك إيش هو أكبر رقم، مر عليك الثلاثة، خلاص ما اعتبره إنه هو أكبر رقم لأنه مرش علي أكبر منه، ثلاثة. ايش حاطط في ذاكرتك؟ 3. لف على الرقم اللي بعده، 41 اكبر من الثلاثة، خلاص بطير الثلاثة من ذاكرتي بخلي 41. 12، لا 41 بخلي في ذاكرتي 41، سيبك من 12. 9 برضو خليك على 41. 74، لا 74 اكبر. انت ايش فعليا بتسوي؟ طريقة تفكيرك هذه بدك تترجمها لكود. ليش أنا بحكي لك زي هيك؟ لأنه طريقة تفكيرك هذه، مش حكينا أن الكمبيوتر غبي بعرفش يدور، أنت بدك تقول له كيف يدور، كيف يوجد أكبر رقم. تمام؟ فطريقة التفكير بالطريقة هذه بدك تترجمها لكود. تمام؟ 15، لا خليك على 74. طيب إيش هو أسلوب التفكير هذا؟ إحنا إيش حكينا؟ انه انت بدك تخلي مكان في الذاكرة لما بدك تيجي تترجمه ككود. كيف نعمل؟ كيف بدك تحتفظ انت في شغلة في البرنامج تبعك؟ حطه في متغير. ممتاز، حطه في متغير. طيب كيف بدك تعرف انه هذا اكبر ولا اصغر؟ if statement، وعندك اشارة الاكبر، صح؟ يبقى بدنا نطبق هذا الكلام. يبقى بروح بعرف متغير في الذاكرة ايش اسمه؟ largest so far. ايش حط فيه؟ ناقص 1. ايش اعتبر؟ اعتبر انه قائمة الارقام عندك عبارة عن ارقام موجبة، واعتبر القيمة الابتدائية لاكبر رقم رقم سالب. ليش؟ لانه يعني انه يعني هو بده يوجد اكبر رقم فحطه قيمة صغيرة. هيك طريقة التفكير تبعه. عدي حاطي لك طريقة تانية كيف انه انت تحط القيمة الابتدائية. بدي ارجع لك هنا، هذه عبارة عن ايش؟ عبارة عن الخطوة الأولى. يبقى الخطوة الأولى إيش؟ تعريف متغير وإعطائه قيمة ابتدائية. تمام؟ طيب بعدها الخطوة الثانية بدنا ندخل اللوب، صح؟ يعني ارجع هنا، الخطوة الثانية إيش؟ هاي ادخل اللوب. هاي بدنا ندخل اللوب، هاي عرفنا المتغير الخطوة الأولى. تمام؟ بدنا نيجي ندخل اللوب. دخلنا اللوب، ايش اللوب؟ نروح بنلف على كل عنصر من عناصر الليست. 3، مين اكبر، الثلاثة ولا الناقص 1؟ 3. يبقى هل الثلاثة اكبر من ناقص 1؟ يبقى ايش؟ احتفظ في هذا المتغير بقيمة 3. لف على الرقم اللي وراه، 41. هل 41 اكبر من 3؟ نعم. يبقى احتفظ بال 41 في هذا المتغير. 12، الرقم اللي بعده، هل ال 12 اكبر من ال 41؟ لا. هاي خلينا ضلينا محتفظين بايش؟ بال 41. 9، هل 9 اكبر من ال 41؟ 74، اكبر. ساعتها احتفظت
في المتغير largest so far قيمة 74. 15 هاي نظلنا محتفظين 5 ب 74. قلت هذا الكلام لم ترجمه ككود. نفس الكلام هذا اللي أحكيه للمنطق هذا بدي أترجمه ككود. هاي وظيفة المبرمج، لأنه طريقة التفكير لحل مسألة بدك تترجمها لكود. هاي بدك تكتب لك كومنتس. يبقى ستيب واحد إيش حكينا؟ define a variable with initial value، قيمة ابتدائية. اتفقنا إيش اسم المتغير؟ largest so far، الأكبر لغاية الآن. قيمة ابتدائية قديش حكينا؟ ناقص واحد. اعتبرناهم كلهم قيم موجبة، تمام؟ فبالتالي حطوا رقم سالب صغير يعني ناقص واحد. الخطوة الثانية step 2 loop، ادخل اللوب enter. كيف بدنا نلف عليهم رقم رقم؟ for ايش؟ iteration variable، انت حدد اسمه num in الواحد. الكلام اللي كنت احكيه لما كنت الف على كل رقم، ايش كنت اسوي؟ كنت اقول هل الرقم هذا اكبر من اللارجست؟ يبقى اف النم اكبر من اللارجست سو فار، ساعتها شو بدي اسوي؟ بدي احتفظ فيه. كيف نحتفظ فيه؟ بدي اخزن هذا الرقم في اللارجست سو فار. يبقى اللارجست سو فار بده يساوي النم. واضحه هذه يا شباب؟ واضحه؟ واضح؟ تبع معي. أول لفة قديش قيمة النم؟ 9. هل 9 أكبر من ناقص واحد؟ آه ترو. يبقى إيش بدنا نخزن في اللارجست سو فار؟ 9. روح على الرقم اللي وراه، اللفة اللي وراه. هل 41 أكبر من 9؟ يبقى خزن لي ال 41 في المتغير هذا largest so far، تمام؟ كيف؟ لا صحيح، تمام؟ كيف؟ لا تغيرت أول مرة. هاي هال largest so far ناقص واحد أول لفة. إحنا ركز معي، هل الناقص واحد عفوا هل 9 أكبر من الناقص واحد؟ مزبوط. يبقى هنا إيش راح تسويت؟ النم خزنت لي إياه في اللارجست سو فار، قديش في النم؟ 9. حطيت لي إياه في اللارجست سو فار، شو صار في الناقص واحد؟ طارت، تمام؟ يبقى هيك ترجمت الكود، هيك ترجمت المنطق تبعي في البحث لكود. بروح بدخل في ستيب 3. ايش الستيب 3؟ بدي اطبع برنت ريزلت، بطبع النتيجه. فبروح بعمل برنت للارجست اللي هو اللارجست سو فار. فعليا هيك بجيب لي اكبر رقم. كيف؟ هو المنطق تبعه زي ما بقول لك، انه انت اعتبر الارقام موجبه، فبالتالي اعتبر لي الاكبر عباره عن رقم صغير. ايش رقم صغير في باله؟ اجى انه رقم سالب، لو في اكبر منه حيجيبه. عدي حدي لك طريقه ثانيه لو انت محتار، لو انت محتار في القيمه الابتدائيه هذه، عدي حدي لك طريقه انه انت كيف تختار. خلينا نشغل. قديش طلعت النتيجة عندك؟ هاي هذا الرقم. فبالتالي بغض النظر عن طول الليست، هاي طول الليست، هذه ايوه هذه زي هيك، هاي بدي اطير لك اياها. سواء كانت الليست تبعتك كبيرة ولا صغيرة. هذه الليستة قديش أكبر رقم فيها؟ 74. جاب.
زود عليهم هذول الأرقام. مين أكبر رقم؟ 54,790 بيجيب. خلي بالك هذه الخطوة اطبق اللابتوب يا أستاذ، اطبق الجوال يا أستاذ. هاي الخطوة بدي أعمل لك إياها هيك، تاب على الفور استثناء، مش صح أنه أنت تعملها زي هيك. يفترض أنه أنت بعد ما تخلص الفور تطبع لي النتيجة. فبحذرك يعني أنت في الامتحان يفترض أنه أنت ما تطبع ليش النتيجة في كل لفة، بديش إياها، بدي النتيجة النهائية. بس أنا حطيت لك إياها ضمن الفور عشان تشوف إيش بيصير في كل لفة، هاي الغرض. تمام؟ شوف إيش بيصير في كل لفة. وهي القائمة، أول قيمة قديش كانت؟ ناقص واحد. تمام، إيش اعتبر إنه اللارجست؟ تسعة، لأنه قارن تسعة ولا ناقص واحد؟ تسعة. بعديها 41، 41 ولا تسعة؟ 41. 12 ولا 41؟ اللفة الثالثة هي يضلوا محتفظ في 41، شايف؟ هيك أنت بتشوف إيش بصير كل لفة. اللفة الرابعة 3 ولا 41؟ 41، ضلوا محتفظ فيها. متى تغيرت؟ لما لقينا صدفنا إشي أكبر، 74. 74 ولا 41؟ لا، 41 طارت، 74. اللفة اللي وراها 74 ولا 15؟ ضلوا محتفظ في لفتين بال 74، هاي 74 74. بعدها إيش صادف؟ 103. 103 صدف وراها رقم أكبر منه، 340. 340 صدف وراها قديش؟ 7. لا، ضلوا محتفظ في 340، هاي. بعدين 54,000 ولا 354,000 احتفظ فيها. اللفة اللي وراها 13، 54 ولا 13؟ ضلوا محتفظ فيها. تمام؟ يبقى هذا الكلام أنا سويته تابع للفور. كيف؟ بس عملت إنه علمته زي هيك وعملت تاب. والأصل زي ما حكينا إنه أنت بعد ما تخلص تطبع لي النتيجة النهائية، مش تطبع لي الكلام هذا في كل لفة. خلي بالك هذا الكلام من الأخطاء الشائعة كتير، بيجي في المسائل بروح إيش بيسوي؟ بحط لي جملة طباعة في كل لفة، ما بديش إياها، بديش النتيجة في كل لفة، بدي أنا النتيجة النهائية. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب هذه لو احنا متحيرين فيها لغاية الآن، تمام؟ هذه لو احنا متحيرين فيها ناقص واحد، افترض ان انا اجيت قلت لك هنا انا في عندي ناقص 103، هل صح ان انا اختار ناقص واحد؟ لا. فايش افضل حل؟ افضل حل انه انت تروح تختار الواحد اوف الزيرو. الواحد عبارة عن ايش؟ اسم الليست. اوف الزيرو ايش يعني؟ اول عنصر في الليست اللي هو التسعة. بمعنى اخر اعتبر اكبر رقم اول رقم، لو في اكبر منه تقلقش حتجيبه، تخافش. لو في اكبر منه حينجاب، لانه انت بتلف عليهم كلهم وبتقارن، فمتخافش انه انت تعتبر اول رقم هو عبارة عن اكبر رقم. لو في اكبر منه بينجاب، فهذه اريح لك بدل ما تقول انه ايش القيمة الابتدائية للمتغير هذا، هل نعتبرها ناقص واحد، ناقص مية، ناقص الف، ناقص مليون؟ ريح نفسك واعتبره اول عنصر. يبقى في مسائل البحث ممكن تعتبر اول عنصر انت عندك او القيمة الابتدائية هي عبارة عن اول عنصر في الليست. مظبوط، انت بدك توجد اكبر رقم. خذ المسألة الثانية، اكتب. مش انت في عندك في الاكسل بتروح بتحدد له انه انا بدي اصغر قيمة في القائمة هذه؟ هذا عبارة عن كود، كيف 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 الكود تبعها؟ اشي زي هيك. نفس السؤال،
واكتب برنامج لإيجاد أصغر رقم في قائمة. طبعا اعتبر اسم القائمة عندك الواحد اسمها الواحد. وفي في بيجي كتير بقول لك طب القائمة هذه اديني إياها عشان أطلع لك أصغر رقم. لأنه فعليا إيش بسوي؟ بروح بتطلع أصغر رقم، هي أكتب برنامج لإيجاد أصغر رقم، بيجي بتطلع زي هيك تمام. بروح بعمل إيش؟ print ناقص 340. هذا بيكون إيش؟ ملوش علاقة في البرمجة، ملوش علاقة في البرمجة خالص تمام. فبغض النظر عن الليست، يفترض الكود تبعك يكون شغال بغض النظر عن الليست. ايش الاختلاف هنا؟ يبقى هاي عندك ستيب واحد ديفاين a variable with initial value smallest so far. ايش بدنا نعتبره؟ اعتبر اصغر رقم اول عنصر، لو في اصغر منه حينجاب الواحد of zero. الخطوة الثانية enter loop، لف عليهم for num n الواحد. ايش المنطق؟ اذا كان النم ايش اصغر من smallest so far، ساعتها بدي احتفظ فيه. كيف احتفظ فيه smallest so far؟ ايش بيساوي num. خلصنا الستيب الثاني، بروح على وين؟ ستيب ثلاثة print result. يبقى print smallest so far. قديش المفروض النتيجة تطلع هنا؟ بالضبط. طب في أصغر منه؟ بينجاب. هنا ثلاثة. تمام. خلي بالك في الامتحان يعني هاي الجملة بالطريقة هذه تطبع لي رسالة زي هيك ملهاش لازمة. يبقى في الامتحان بس النتيجة بهذا الشكل تمام. لما احط لك هنا رسالة عشان انه تكون واضحة الامور بالنسبة لك. طيب نجي الآن للكاونت. اكتب برنامج لعد عدد عناصر في قائمة. انا بدي لك قائمة، تروح تقول لي انه هذه عدد عناصر فيها 3، هذه 7، هذه 18. كيف؟ ايش المبدا تبعها؟ هاي بدي اكتب لك هيكل الحل. ستيب واحد ديفاين ا فاريبل وذ انيشال فاليو. ستيب اثنين انتر لوب. ستيب ثلاثة print result. هاي الخطوات هذه لاحظ انه كل مسألة ايش بالضبط فيها الخطوات هذه. هاي واحد اثنين
ثلاثة. عرف متغير، ادخل اللوب، اطبع النتيجة. ايش المبدأ تبع هذا؟ هاي هدول عناصر البلاك ليست، مهند واحمد وحازم وصلاح وبشار. بشار مش هيك بتنكتب، بشار بيمشي الحال. موسى، شاكر، وشحدة، شهاب. في حدا كمان بدنا ندخله؟ مهند، مهند موجود، محمود. محمود قديش عددهم؟ ايش المنطق في عددهم؟ كيف انت بتعد؟ واحد، اثنين، ثلاثة. كل مرة ايش بتسوي؟ بتزود واحد. طيب القيمة الابتدائية قديش نبدأها؟ بالضبط. يبقى انت اول اشي عديت صفر، لسه ما عديتش ولا واحد. count بتساوي zero. ندخل اللوب، for name in blacklist. كل ما صادف name ايش بدك تسوي؟ الكاونت بيساوي الكاونت زائد واحد، زود لي عليه واحد. هيك خلصت. بعديها ما نطبعت نتيجة. print كم واحد في البلاك ليست؟ 10. تمام؟ طيب حقيقة هذا الكلام في الدوال هذه اللي احنا شفناها انه ممكن انه هي ماكس، تدي له الليست هذا بيجيب لك اكبر رقم. طيب هاي البلاك ليست هاي بقدر اجيب اللين تبعها؟ عشرة، نفس النتيجة. فبالتالي صرت عارف هاي الدوال كيف تشتغل، انت كتبت الكود تبعها. تمام؟ عارف كيف تنعمل هذه الدوال، كيف بتجيب اعلى قيمة، كيف بتجيب اقل قيمة، زي هيك. تمام؟ طيب يبقى وجدنا اللارجست واخذنا كمان زيه المين، وايش كمان شفنا كيف نعمل كاونت لعدد عناصر في الليست اللي بدنا نشوف بدنا نجيب المجموع. اكتب نص السؤال، اكتب برنامج لجمع قائمه. طبعا طبيعه الحال قائمه من الارقام. تمام، اكتب لك هيكل الحل. ستيب واحد، define a variable with initial value. ستيب انت كيف تجمع؟ كيف تجمع لي اياهم هذول؟ ايش بتسوي؟ تروح تقول 3 زائد 6 جمع تراكمي 9، 9 و8، 9 و8 17، 17 و90 107 وهكذا. فانت فعليا ايش بتسوي؟ بتعرف عندك متغير
بتجمع فيه الجمع التراكمي. يبقى انت عندك متغير هنا نسميه توتال او سام، قديش القيمه الابتدائيه؟ صفر، لانه انت حتيجي صفر مع ثلاثه ثلاثه، بعديها ثلاثه مع سته تسعه، تسعه وثمانيه 17 وهكذا. فبالتالي القيمه الابتدائيه لازم تكون تبعته زيرو، تمام؟ بعديها 4 نم ان الواحد توتال بتساوي توتال زائد نم. ممتاز. ففعليا كيف؟ مالها؟ لا نم هي iteration variable. لا احنا حكينا iteration variable، النم اول لفة بيكون 3، ثاني لفة 6، ثالث لفة 8. تعامل مع الاندكس طريقة تانية، تعامل مع الاندكس طريقة تانية. خليني اكمل الحل هذا وبعديها بجيب لك الاندكس كيف تتعامل معه، تمام؟ هذا iteration variable والتوتال انت عندك بزيرو، اول لفة قديش؟ 3، تمام؟ التوتال ايش بدنا نخزن فيه؟ التوتال قديش التوتال؟ زيرو زائد 3، يبقى تخزن هنا قديش؟ 3. اللفة الثانية 6، والتوتال قديش؟ 3 زائد 6 قديش؟ تخزن 9. كيف؟ بدك تجيب لي مجموع هذول الارقام. كيف؟ كيف؟ زائد الواحد، الواحد الليستة كلها. لكن هنا انت هيك لما تقول نم انت بتلف لي على كل رقم وكل مرة بتجمع لي، بنفعش انه انت تجمع تقول له التوتال زائد الواحد، بنفعش. اخر خطوة print قديش المجموع المفروض؟ 234. عشان تعرف ايش اللي صار في كل لفة بدي اكتب لك سطر من الكود. السطر هذا مش مطلوب منك في الحل عادة، بس انا حكتب لك اياه عشان تشوف ايش بيصير في كل سطر. هاي print النم total total. هنا فعليا بيطبع لك قيمة النمبر وقيمة التوتال، بغرجي لك الجمع التراكمي كيف بيصير. شوف وهي الليست التوتال احنا قديش بديناه؟ 6 0 عفوا. اول في اول لفة الرقم قديش؟ هيو 3، 3 زائد 0 3. اللفة الثانية الرقم قديش؟ 6. والتوتال قديش كان في اللفة اللي قبليها؟ 3. 6 و 3 9، 6 و 3 9. اللفة اللي بعديها قديش الرقم؟ 8. زود عليه التوتال 9 17 زائد 90 107 زائد 12 119 زائد 43 162 162 زود عليها 7 169 169 زود عليها 65 234. شايف كيف بيصير الجمع التراكمي؟ هاي جملة الطباعة مش مطلوبة، اوعك تحط لي اياها. بعد ما تخلص اللف تطبع لي النتيجة. بدي اعلق لك اياها زي هيك، حخليها
عشان الكود هذا انت اذا بدك في البيت انه انت تطلع عليه وتشوف ايش بصير بتشيل التعليق عنه تمام. بس هي زي ما حكيت لك مش مطلوب. تمام يا شباب واضح؟ طيب خلصنا الصم. ناخذ مسألة تانية. بدنا نوجد الافرج متوسط. اكتب برنامج، هاي نص السؤال، اكتب برنامج لإيجاد متوسط قائمة. متوسط عبارة عن ايش؟ مجموع على العدد. يبقى هذا مسألتين في مسألة، لأنه بدنا نخليه يعدهم ويجمعهم. اكتب لك الخطوات الستيبس ولا بدون؟ بدون. ايش بلزمني هنا؟ كم متغير؟ واحد. كم متغير اعرف؟ ايش هما؟ واحد العد وواحد المجموع. يبقى الكاونت بيساوي زيرو والتوتال بيساوي زيرو. هذا عشان يعدهم وهذا عشان نجمعهم. بعديها الخطوة الثانية، يبقى هنا احتجت متغيرين. الخطوة الثانية ندخل اللوب فور نم ان الواحد. شو بدي اعمل؟ برضو شغلتين. ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعد وبدنا نجمع. العد ايش المعادلة تبعتها؟ count بيساوي count زائد واحد. بدنا نعد كل مرة، بدنا نزود واحد، بدنا نعد الأعداد الأرقام كل مرة بزود واحد، اوعك تلخبط. والجمع توتال بيساوي التوتال زائد. ارجع مرة ثانية لمسألة الكاونت. هاي احنا عدينا هنا اسماء، كل مرة زودنا الكاونت بواحد. ومسألة السم انه عرفنا التوتال وكل مرة زودنا على التوتال كل رقم احنا بنلف عليه. التنين سوا، هاي معادلتين تعدهم وبتجمع جمع تراكم. لا متوسط. ايش المتوسط؟ مجموع على عددهم. يبقى بدنا نطبع الكاونت على، بدنا نطبع التوتال على الكاونت، مش نطبع التوتال والكاونت. بديش اياهم الاثنين، بدي المتوسط اللي هو عباره عن حاصل قسمه المجموع على العدد. يبقى برنت توتال تقسيم كاونت، هذول متوسطهم قديش؟ 29.25. ليش؟ انت في نفس اللفة، يعني انت بترضى على نفسك انه انت اقول لك لف لي بالله على الطلاب اللي هنا وعد لي عددهم. تمام. وبعديها بعد ما انت عدت لي عددهم قلت لي هنا في عندي حاضر 25 طالب، رحت اجيت قلت لك بالله احسب لي هدول ال 25 طالب قديش متوسط علاماتهم في النصفي. بدك ترجع تلف عليهم مره، نقول ما انا كنت لافف. كان قلت لي من الاول، كان اخذت يعني انه عديته وشفت قديش علامته عشان نجيب المتوسط، صح ولا لا؟ بنفع انه انت تفصلهم كل واحدة في فور لحال، بس فعليا انت تطلب منه انه يسوي الشغلة يلف عليهم مرتين، لكن هنا في نفس اللفة جاب شغلتين. طبعا هذا الكود احسن، انت يمكن ما تحسش في الفرق لانه انت عندك عدد عناصر الليست قديش كلهم 7-8 محدود، لكن لما اجي اقول لك عندك 10,000 طالب بدك تلف عليهم مرتين، لا لفه واحده وجيب كل اللي بدك اياه، احسب معدل التراكمي واحسب
كم ساعة نخلص واحسب واحسب واحسب. تمام؟ واضح؟ ايش المسألة المطلوبة؟ قل لي ايش المسألة المطلوبة بقول لك ايش تسوي. لو في عندي اكثر من قائمة اعمل لهم قائمتين. لو في عندي اكثر من قائمة والمطلوب ايش نعمل؟ مجموعة. نجيب المجموعة ولا المتوسط ولا ايش؟ بدك تجيب المتوسط لقائمتين؟ بدك بدك تعيد. او انه انت ممكن تكتبه في دالة. تمام؟ نعملوا في دالة. خلينا نراجع بالمرة. في عندكم يا شباب بكويز حينزل بكرة عن الدوال. تمام؟ ليست افريج فانكشن تدخل فيه وقت ما بدك. كيف؟ ما له نص بتعدل مع اذا جبت في النهايه احسن. بس اذا جبت اسوأ لا بتضل يعني بتضل العلامه سيئه. فانا بعدل لك العلامه حسب ما انت بتجيب. مش انا اللي بعدل العلامه، انت اللي بتعدل العلامه. انا بحسب لك بعدل لك العلامه اذا النهائي افضل من النصف كنسبه. اكتب داله تاخذ قائمه وترجع المتوسط. يبقى دف ليست اي في جي افريج ايش بتاخذ؟ تاخذ لسته، تاخذ الواحد نفس الكود فور نعم نفس خطوات الحل. اول خطوه ايش؟ عرف متغيرات الكاونت بتساوي صفر والتوتال بتساوي صفر. فور نم ان الواحد الكاونت بيساوي الكاونت زائد واحد والتوتال بيساوي هيك. خلصنا هيك طلعت من الفور. بس انا جوات الدالة لسه بعمل ايش؟ بدل برنت ريتيرن ايش؟ توتال على كم؟ تمام؟ تعال ننادي الدالة. ناخذ لستة من هنا، تزعلش. شفت كيف اللستة كلها مررتها كبراميتر للدالة؟ تمام؟ وبدنا نحطها هنا هاي في جملة طباعة برنت. وزميلك بيقول بدنا الكلام هذا نعمله برضه للستة ثانية، هاي لستة ثانية وهاي الأرقام. قديش بدك الأرقام؟ 12، 5، 7، 99، 89 بكفي. يبقى نفس الكود استدعيته مرتين، جبت المتوسط لتو ليست. الأولانية المتوسط تبعها 29 و 25 والثانية 42.22. تمام؟
في حدا عنده سؤال؟ بكرة إن شاء الله. حلو وقت ما بدك، بغض النظر عن الساعة اللي هينزل فيها. مش طالب إنه أنتوا كلكم تحلوه في نفس الوقت زي هذيك. هذيك أنا كنت بدي أجرب حاجة وخلاص جربتها. تمام؟ فبالتالي كل واحد يشوف الوقت اللي بيناسبه ويحل الكويز. تمام؟ على حسب عدد الأسئلة. يعني جبت لك 3 أسئلة، أديت كل واحد مثلا 5 أو 10، ممكن يكون عندك 30 دقيقة لكل يعني لكل كويز. كيف؟ يوم واحد. أي وقت 24 حيكون متاح 24 ساعة، أي وقت في 24 ساعة بناسبك قدم الكويز. تمام؟ مرن الموضوع. بس في الدوال. تمام شباب، في حد عنده أسئلة؟ خلينا نتوقف هنا، والمحاضرة الجاية حيكون في عندي كمان مسائل إضافية. يعطيكم العافية.